نروح لنجمنا طبعا سيف الدرع ونادي ليمواج الفرنسي اللي اعلن النهارده التعاقد مع نجم فريق اليد بالزمالك سيف الدرع لمده موسمين بدايه من شهر يوليو 2022. سيف الدرع ظهر بمستوى مميز ومحترم جدا مع كوماندوز اليد منذ الانضمام من نادي هليوبلس، قدر انه يحقق مع الفريق لقب السوبر الافريقي وان شاء الله يقدر ينهي الموسم ده بالفوز بالدوري وكاس مصر. حقق كمان مع المنتخب برونزيه بطوله العالم للشباب تحت 21 سنه منتخب 98 طبعا، وبطوله افريقيا 2020، وكمان رابع اولمبياد طوكيو. طبعا انت بتتكلم على لاعب واعد، لاعب ما شاء الله عليه ربنا يحميه، قدر انه يحقق بطولات مع نادي الزمالك سواء على المستوى المحلي او المستوى القاري، كمان قدر يحقق بطولات مع المنتخب سواء على المستوى القاري او المستوى العالمي، بقيله طبعا على المستوى القاري مع نادي الزمالك يقدر يحققه في البطوله الافريقيه المقبله.